كما قام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بزيارة إلى حلبة البحرين الدولية للإطلاع على التغطية الإعلامية المباشرة للفعاليات الرياضية وما تضمنته من مشاركة جماهيرية واسعة. وثمن سعادة الوزير توجيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالاحتفال باليوم الرياضي الوطني لهذا العام في حلبة البحرين الدولية مع مراعاة الاحترازات الطبية، مؤكدا حرصه واهتمام سموه على نجاح هذه الفعالية الوطنية من خلال متابعة سموه لأدق تفاصيل التغطية الإعلامية وحضوره الشخصي وتوجيهات سموه الكريمة للوصول إلى أعلى درجات التنظيم. وخلال الزيارة أشاد سعادة وزير الإعلام بكافة الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذه الفعالية الرياضية الوطنية، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات والخبرات الإعلامية والميدانية لإبراز هذا الحدث الرياضي بصورة مميزة شكلا ومضمونا. وأعرب سعادة الوزير عن فخره بالطاقات الوطنية الشبابية العاملة على إظهار هذا الحدث الرياضي الوطني بالصورة المميزة وما تميزت به التغطية المباشرة لتلفزيون وإذاعة البحرين من مواكبة للحدث بكل تفاصيله، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. طبعا أنا جدا سعيد اليوم بما شاهدته، هذا التجمع الكبير لكل أطياف المجتمع البحريني من شباب ورجال ونساء وبنات. نشوف الأطفال اليوم قاعدين يمارسون الرياضة بكل أنواعها. الحقيقة الرياضة جزء كبير من ثقافة البحرين كمجتمع والبحرين كدولة. اليوم البحرين تعتبر من الدول اللي حققت الكثير من الإنجازات الرياضية على المستوى الخليجي العربي القاري. أسماء الحقيقة كتبت إنجازات بذهب. الرياضة للجميع اليوم أعتقد قاموا بهذه الفعالية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس على الشباب الرياضة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ خالد بن حمد نائب رئيس المجلس على الشباب الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية. طبعا هذا الاهتمام يحمل جميع الجهات المسؤولية في إبراز مثل هذه الفعالية والمشاركة. اليوم أنا أشكر جميع المنتسبين وزارة الإعلام، تواجدهم على مستوى الأخبار والتلفزيون والإذاعة، تغطية متواصلة على مدار اليوم، هذا أقل من واجب يقومون فيه خدمة لفعالية فعلا رياضية وطنية. كما قلت في البداية بأن الرياضة هي جزء من ثقافتنا، البحرين فعلا عاصمة للرياضة. ما تحقق على المستوى الرسمي والإنجازات الرياضية خلقت جيل مهتم بالرياضة يمارس الرياضة بشكل يومي، والفعالية هذه جزء من تعزيز هذه الثقافة.